بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مشاهدي السعودية الرياضية في كل مكان، عودة مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم في المباراة كرة السلة والشوط الثاني لهذه المباراة. الأنصار والاتحاد في بطولة النخبة السعودية وفي الدور النصف النهائي، مباراة دور الأربعة. الأنصار 43 انتهى الشوط الأول مقابل 34 لفريق الاتحاد. سبق هذا اللقاء مباراة الأولى في دور الأربعة وتفوق طبعا فريق الفتح على فريق الأنصار أو فريق أحد، وتأهل للمباراة الختامية يوم الغد إن شاء الله. نبارك طبعا لإدارة ومجلس إدارة وأعضاء وجمهور نادي الفتح الوصول للمباراة الختامية، ونبارك له قبل ذلك حصوله على الدوري خلال الأسبوع الماضي، واليوم يصل في ثاني بطولات هذا الموسم إلى المباراة النهائية. مرشح كبير فريق الفتح للحصول على بطولة النخبة. الفائز من هذا اللقاء سوف يلاقي فريق الفتح في المباراة النهائية إن شاء الله. إذن هنا الإدخال لمصلحة فريق الأنصار من خلال أيمن بلال ومرزوق المولد. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. مارتيل اللاعب الدنكات في الشوط الأول، وهنا لمارتيل مرة أخرى محاولة في الدخول على السلة وكرة في الخارج في تحضير من خلال أيمن أو مرزوق المولد وتصويبة غير موفقة تعود لهاشم فوتاوي الذي يعود للملعب. مارتيل دخول على السلة وكرة هناك في الخارج لأيمن عبد القادر غير موفقة من أحمد عبد القادر، تعود مرة أخرى غير موفقة للثلاثية لمرزوق المولد. كرة اتحادية الآن مثنى المرواني لجمال ود، ومحاولة الآن اتحادية من خلال هذه الثلاثية، ثلاثية لجمال ود وتسجيل وتقليص كبير للفارق 37 الاتحاد مقابل. لاحظ الإعادة هنا، رمية ثلاثية متقنة جدا لهذا اللاعب جمال ود، و43 الأنصار 37 للاتحاد. تفاعل الجمهور الاتحادي الذي يحضر هذا اللقاء مع الثلاثية الأخيرة. هنا تصويبة أيضا غير موفقة وتعود لفريق الاتحاد لجيرمي، والكرة كانت التمريرة كيف ما اتفق، يعني مثلا المرواني لم يكن مركزا في الكرة الأخيرة وبالتالي خرجت إلى خارج الملعب. هنا الكرة لمارتيل، مارتيل ومحاولة في الدخول وكرة في الثلاثية الآن مرزوق غير موفقة تعود لمحمد مرواني، وخطأ هذه الكرة على اللاعب رقم 11 من فريق الأنصار. نقطة تحول صارت في المباراة، هاشم فوتاوي الخطأ الثالث على هذا اللاعب. نعم، نقطة تحول صارت في المباراة هي حصول اللاعب ديريك على الخطأ الثالث في الربع في نهاية الربع الثاني. نعم، مما أجبر عادل الكوتش عادل على إخراجه، اللي خلى مرزوق وأيمن بلال يبرزوا شوية في الربع الأول والثاني أنه الدفاع نتاع نادي الاتحاد كان مركز كثير على اللاعب ديريك، مما خلى المساحات للاعبين هذا من الاثنين. الحين ديريك برا، نشوفوا كم هجمه نادي الانصار يحصل في صعوبه باش يسجل، وهنا تسجيل تقلص الفارق، تقليص كبير للفارق الان لاربع نقاط، 39 اتحاد 43 لفريق الانصار. افضليه انصاري. لاحظ الكره الاخيره والتمريره والدخول من جيرمي والتسجيل. جيرمي طبعا لاعب يستعين في الاتحاد في هذه البطوله والبطوله الخليجيه. كرة لأيمن بلال، أيمن لمرزوق، مرزوق في محاولة للتصويب غير موفقة تعود اتحادية جمال ود. أفضل اتحادية من خلال هذه الكرة، جمال ود دخل على السلة وخطأ، خطأ على مرزوق المولد اللاعب الرقم 5 من فريق الأنصار. عودة للاعب اللاعب رقم 15 ديريك نيلسون، لاعب ثلاث اخطاء، لاعب حاصل على ثلاث اخطاء. لدينا هاشم وديريك لاعبين مؤثرين، ثلاث اخطاء ثلاث اخطاء، لازم يجازف المدرب، ما عندوش خيار اخر. من اللي بدا الجيم الحين ثلاثة دقائق ونادي الانصار ما جاب ولا سكور. صحيح،
الاتحاد فقط خمس أخطاء على شخصية من بداية اللقاء. مطالباتنا بالكرة الأخيرة، ولكن دخول للكرة ديريك نيلسون، نيلسون محاولة ودخول على السلة ومحاولة التسجيل غير موفقة، تعود أنصارية لمرزوق المولد. أيمن بلال، دخول من أيمن وكرة لأحمد عبد القادر غير موفقة، وخطأ لأحمد، خطأ لأحمد عبد القادر في الكرة الأخيرة، والرميتين لمصلحة أحمد عبد القادر فريق الأنصار بعد الخطأ الذي تحصل عليه في الكرة الأخيرة والدخول على السلة. الرمية الحرة الأولى لأحمد، غير موفق. الرمية الحرة الأولى لأحمد عبد القادر، الرمية الحرة الثانية لأحمد في الكرة وغير موفقة أيضا، وكرة اتحادية، كرة اتحادية في الريباوند، وجابر الكعبي ولقطة على جمهور اتحادي الذي يحضر هذا اللقاء، تفاعل مع ضياع الكرة الأخيرة لفريق الأنصار. جمال ود الآن في محاولة لاختراق الدفاعات، نعم، ودخول وتصويب غير موفقة، والمتابعة من محمد حسن ولكن لم تكن بالصورة والشكل المطلوب، وبالتالي تعود كرة سريعة لفريق الأنصار. هنا ديريك، ديريك دخول على السلة ومحاولة تسجيل غير موفقة، أحمد عبد القادر، وخطأ، خطأ، خطأ على اللاعب رقم 15 جمال ود، وهو الخطأ الثاني على جمال. لو نلاحظ الخطأ الأخير، مخرج المباراة الأستاذ توفيق يماني والطاقم الناقل لهذه المباراة يقوم بأدوار كبيرة. هنا الدخول، نعم، هنا كان خطأ ودفع على من اللاعب فريق الاتحاد، وبالتالي هنا خطأ ورميته. كرة إدخال من الحد النهائي لفريق الأنصار، فارق الأربع نقاط ما زال لفريق الأنصار. وهنا مرزوق المولد لأيمن بلال، أيمن بلال وكرة لمرزوق المولد، أحمد عبد القادر وتصويبه وتسجيل لأحمد عبد القادر في الكرة الأخيرة. أول سكور لنادي الأنصار بعد 4 دقائق و20 ثانية. نعم، أول سكور في خلال 4 دقائق و20 ثانية لفريق الأنصار، 45 مقابل 39. مثنى، دخول على السلة وتسجيل لمثنى ولكن غير موفق. المتابعة، والمتابعة الرائعة لجمال ود في الكرة الأخيرة، وبالتالي النقطة 41 ويعود فارق الأربع. لاحظ، لاحظ الدخول كان جيد من مثنى، ولكن هنا المتابعة الأكثر من رائعة من هذا اللاعب جمال ود، والتسجيل للنقطة 41. ديريك، ديريك محاولة وخطأ هجومي، خطأ هجومي على اللاعب فريق الأنصار اللاعب مارتيل، خطأ هجومي على هذا اللاعب. وهنا أيضا الخطأ الثاني على اللاعب مارتيل من فريق الأنصار، دخول لمصطفى هوساوي، هذا المدرب فريق الأنصار عادل الجهني المدرب الوطني. هذه مجازفة متاع المدرب عادل جاسف، اللاعب سوى الخطأ الرابع، مجبر أنه يخليه برا ممكن لمدة أقل شيء 10 دقائق. نعم، الخطأ الرابع طبعا على تسجيل هنا للنقطتين الاتحادية، وتقليص كبير للفارق. أيمن في كرة سريعة وغفلة من دفاعات الاتحاد بعد الكرة السريعة الأخيرة، وتسجيل نقطتين لأيمن بلال، 4 أخطاء على ديريك نيلسون، لاعب مهم ومؤثر، وبالتالي يخرج وعدم ولا يستفيد منه الأنصار. لاحظ الكرة الأخيرة لفريق الأنصار، لا يستفيد منه فريق الأنصار في الآن فيما تبقى إلا أن يختار المدرب الوقت المناسب للدخول. هنا تسجيل لمثنى، تسجيل لمثنى بعد الدخول، ومن وضعية كانت صعبة، ودخول وتسجيل النقطة 45. أيمن بلال، محاولة أنصارية، تفاعل لي من الجمهور الاتحادي، وهنا دخول على السلة وكرة في الخارج لمرزوق المولد، دخول أيضا وأيضا مرة أخرى لأيمن بلال، يتردد ويعود مرة أخرى وتسجيل للنقطتين، تسجيل للنقطتين لأيمن بلال. والمباراة الآن تأخذ طابع الجدية والحرص. لاحظ الكرة الأخيرة والتصويبة من أيمن بلال وتسجيل النقطة 49.
يشعر طبعا اللاعب بفريق الانصار ومدربه بالخطر من قرب الفريق الاتحادي منها لنتيجة فريق الانصار. هنا جمال ود ومحمد حسن ودخول خطأ لاعب في نادي الاتحاد حميد خطأ لاعب رقم 9. نعم نادي الاتحاد صار يلعب بصفة جماعية اكثر، نشوفه في حركات تو مان جيم بيك اند رول ما بين محمد حسن واللاعب جمال، وقاعد تعطي في ثماره، قاعدين يجيبوا فاولات، قاعدين يسجلوا في سكورات. عكس نادي الانصار اللي قاعد يرقى في صعوبات كبيره بدون لاعب ديريك. نعم اذا الرميه الحره الاولى غير موفقه من محمد المرواني الظاهر امامنا على الشاشه الان، الثانيه موفقه من محمد المرواني. مرزوق في صناعة ألعاب الفريق الأنصاري لأيمن بلال، أيمن بلال ومحاولة أنصارية ومباراة سريعة الآن، ومحاولة لمرزوق المولد لمصطفى، مصطفى في الخارج، محاولة الدخول من لاعب مصطفى ولكن مشي بالكرة، مشي بالكرة ومخالفة على هذا اللاعب وأفضلية اتحادية من خلال رمية الإدخال. هذا جيرمي أمامنا اللاعب محترف في صفوف فريق الاتحاد اللاعب الأمريكي، لاحظ هذه الكرة الأخيرة وكان في هناك مشي بالكرة على اللاعب مصطفى هوساوي وبالتالي مخالفة وأفضلية اتحادية. هذا جيرمي هنا في كرة ثلاثية لكن غير موفقة وتعود والمتابعة ولكن تخرج لمصلحة فريق الأنصار. الملاحظ في المباراة هذه أنه أيمن بلال قاعد يقوم بمباراة مرة ممتازة، قاعد يلعب في لعب مرة بذكاء وامكانياته تحسه في فورما. نعم عكس جابر الكعبي اللي مستواه شويه نازل مقارنه على المعروف به جابر الكعبي. كره لجابر كعبي لمثنى المرواني ومحاوله لهنا ومقطوع الكره تعود مره اخرى لفريق الاتحاد، وكره حائره بين اللاعبين جمال ود يستحوذ على الكره ومحمد المرواني مره اخرى وعوده للباك زون ومخالفه رجوع الكرة للخلف احتسام من حكم اللقاء. لاحظ الكرة الأخيرة، الكرة عادت مرة أخرى ومحمد المرواني يحصل على الكرة وعاد لمس الخط محمد المرواني، الكرة غير واضحة كثيرا من هنا، الخط منتصف الخط المباراة. لاحظ هنا الكرة، هنا الإعادة، هذا محمد المرواني والدخول ليس الآن نعم بعد ذلك، نعم عودة للخلف لم يلمس الخط بل عاد وبالفعل مخالفة واحتساب مميز من حكام اللقاء. شكرا لمخرج المباراة والإخوان المصورين جميعا بالمجهودات اللي يقومون فيها ويتحفون دائما باللقطات أولا بأول. هذا مثنى المرواني، محمد المرواني يقوم بدور كبير في هذه المباراة. جابر كعبي لمحمد المرواني ومحاولات وكرة عالية غير موفقة، هذه التمرير من محمد المرواني تعود وتخرج لمصلحة فريق الأنصار. هذا مثنى مطالبة لأن تكون الكرة لمصلحته، كرة إدخال لفريق الأنصار. أيمن بلال الآن 49-46 فارق الثلاث نقاط. أيمن بلال مرزوق المولد، هجمة أنصارية وتحضير لهذه الهجمة ومحاولة دخول والتصويب والتسجيل، تسجيل من مرزوق المولد في الكرة الأخيرة واتساع الآن 51 مقابل. لاحظ الإعادة، نعم لاذا مرزوق المولد والدخول والتصويب والتسجيل بإتقان وبالتالي النقطة 51 أو 1 لفريق الأنصار. خطأ اللاعب رقم 12، هذا حكم الدولي عبد الله دماوي، والخطأ على اللاعب رقم 12 من فريق الأنصار أحمد عبد القادر. لاحظ هذه الإعادة نعم دخول من جمال ود واعتراض من أحمد عبد القادر، نعم خطأ صحيح، شكرا للإخوان، نعم هذه كرة واضحة والخطأ على فريق الأنصار وبالتالي رميتين وذلك لحصول الفريق على أكثر من 4 أخطاء في هذا. قلنا في بداية الجيم أنه المباراة هذه راح نشوفوا فيها كثير ثنائيات. نعم في الجيم في الربع الأول والثاني كان فيه جمال كان محاصر اللاعب ديريك، وجمال كان محاصر صعوبة خاصة قبل ما يسوي الفاولات لاعب ديريك. نعم الحين صار
مصطفى هو اللي محاصر ديري محاصر جمال، ومصطفى ما يقدرش يوقف جمال بحكم الفارق البنية الجسمانية وفارق المهارات والسرعة متاع جمال. نعم كرة مقطوعة الأخيرة، أوه كرة مقطوعة الأخيرة ومحاولة لالتقاط الكرة، ولكن احتساب لخطأ على مثنى المرواني. كرة كان الستيل من مثنى، ستيل لاحظ الكرة الأخيرة كان ستيل رائع مثنى، ولكن عاد مرة أخرى محاولة لحق بالكرة، ولكن هنا خطأ على مثنى المرواني في الكرة الأخيرة. إذا مرزوق المولد، مرزوق ومحاولات أنصارية في هذه الأثناء، لاعب مميز مرزوق لاعب المنتخب الوطني، وهنا مخالفة على مرزوق المولد مشي بالكرة، وبالتالي لاحظ الإعادة الأخيرة وهنا الانزلاق ومخالفة المشي بالكرة، وبالتالي كرة لمصلحة فريق الاتحاد ورمية إدخال من الحد الجانبي. إذا أن الوقت المستقطع الأول كابتن سفيان لمدرب فريق الاتحاد، 51 للأنصار، 48 فريق الاتحاد. الملاحظ من خلال هذه 41 ثانية متبقى فقط على الفترة الثالثة، صعوبات كبيرة راح يحصلها نادي الأنصار بغياب اللاعب ديريك، ما عادش عنده حلول كثيرة في الهجوم، في الدفاع نقصة القوة متاع الدفاع متاعه، عشان كان مقلص من خطورة متاع لاعب جمال. الاتحاد صار يلعب دفاع ضغط أكثر، قطع كثير كور، صار يجازف بالفاولات، حتى لو نشوفوا الفاولات في الربع الأول والثاني خلص نادي الاتحاد بخمسة فاولات، الحين نشوفوا 9 فاولات في النادي الاتحاد، يعني صار يجازف أكثر في الضغط، صار يبغى يقطع كور أكثر مما خلاه يعمل الفاولات، بس رجع في سكور، الحين صار الفرق 3 نقاط. أحمد عبد القادر ما هوش قاعد يقوم بدوره الهجومي كما ينبغي، في الدفاع نشوفه فيه قاعد يحاول باش يوقف اللاعب رقم 14 على الاتحاد الأجنبي الأمريكي الثاني، في الدفاع قاعد معناها قاعد يحاول وقاعد يجتهد، بس في الهجوم ماهوش قاعد يقوم بدور كبير، ممكن عشان نشوفه في الفترة الأخيرة الكرة محتكرة كثير من عند مرزوق ومن عند أيمن بلال، محتكرين الكرة بزيادة. اللي كنا نحكيه فيه عن نادي الاتحاد انه في لاعب فردي، الحين نلاحظه برضو في لاعب فردي من نادي الانصار، خاصة مرزوق وايمن بلال. نعم اذا عودة مرة اخرى، والاخر 19 ثانية للفترة الثالثة لهذا اللقاء، 51 مقابل 48، طبعا بطولة النخبة السعودية حققها فريق الاتحاد 9 مرات. واو هنا كرة ونهاية لزمن 24 ثانية، وهنا زمن الهجمة انتهى لفريق الاتحاد، 14 ثانية فقط على نهاية الفترة الثالثة، تقدم أنصاري 51 مقابل 48. طبعا فريق الهلال حقق بطولة النخبة 5 مرات، فريق الاتحاد 9 مرات، فريق أحد فريق الكبير وفي عالم البطولة 3 بطولات لفريق أحد، فريق الأهلاوي حقق البطولة لمرة واحدة. رمية إدخال ودخول في آخر 8 ثواني الآن لفريق الأنصار، هذا اللاعب مارتيل محاولة لاستفادة من الكرة الثلاثية الأخيرة غير موفقة، مرزوق ولا تعود لمحمد المرواني، ونهاية لزمن الفترة الثالثة من هذا اللقاء، 51 مقابل 48 لفريق الأنصار. كابتن سفيان، صعوبات كبيرة سيواجهها بالفعل مدرب فريق الأنصار، فقدان لديريك نيلسون لاعب مهم، ايضا انا ملاحظ ان هاشم فوتاوي يعني مصطفى بيشارك كثير، وهاشم فوتاوي ايضا الخطا 3 اخطاء على هذا اللاعب. هاشم فوتاوي صحيح انه طلع برا، بس زي ما قلت لك احمد عبد القادر قاعد يقوم بدوره الدفاعي كويس مع محمد حسن المرواني. نعم المشكله انه الدفاع نتاع نادي الانصار ما عادش بذيك القوه وذيك الشراسه نتاع اللي بدا بها الجيم، ممكن ارهاق بدني، ممكن توالي المباراه على بعضها، هذه المباراه الرابعه في 4 ايام راح تاثر بدنيا، راح تاثر صحيح. ما تقدرش تلعب بالريتم هذاك من بدايه الجيم الى نهايه الجيم. نعم نحسوا انه نادي الدفاع الانصار معناها
صار أقل شراسة مما سهل شوي المأمورية في الهجوم النادي الاتحاد، صاروا يحصلوا في بوزيشن شوت أحسن. ما ننكروش أن النادي الاتحاد في الربع الثالث هذا صار يلعب جماعية أكثر، صرنا شفنا كثير مرات تومين جيم ما بين لاعب مرواني ومثنى واللاعب الأمريكي، تومين جيم ما بين جمال وجيرمي وتكلوا كلهم بسلات. نعم. خلى سكور يرجع لثلاثة بنت بعد الفارق اللي خلصنا به الربع الثاني. صحيح. إذن أتمنى التوفيق، ربع ناري ربع أخير سيتضح فيه الفريق المتأهل للمباراة الختامية والذي سيلاقي فريق الفتح يوم الغد مشيئة الله في المباراة النهائية، وهذه دعوة للجمهور الكريم بالحضور للمباراة النهائية في يوم الغد بمشيئة الله. طبعا هذه نبارك فريق الفتح الوصول، نبارك بطولة الدوري، فريق الفتح أول بطولة في تاريخه في بطولات كرة السلة يحقق. هذا مثنى، دخول من مثنى المرواني وتسجيل لي النقطة 50، والفرق نقطة واحدة بين الاتحاد والأنصار لمصلحة فريق الأنصار. أيمن بلال في كرة ثلاثية غير موفق من أيمن بلال، أحمد عبد القادر تعود لفريق الأنصار وكرة طويلة ومحاولة لقطع الكرة، لكن أيمن بلال في المكان المناسب. أيمن، محاولة لأيمن في الدخول لمرزوق، مرزوق وتصويب من مرزوق، كرة قصيرة تعود لمثنى المرواني، وهجمة جديدة لفريق الاتحاد وتنظيم لهذه الهجمة. اللاعب المحترف الثاني متاع الأنصار موش قاعد يساعد في الفريق في الهجوم، إمكانيته الفنية جدا محدودة، قوته في التسجيل هنا خطأ ورمية إضافية لمرزوق المولد فريق الأنصار. قلنا اللاعب محترف ثاني بتاع الأنصار مهاراته الفنية معناها محدودة شوية مقارنة باللعيبة الأجانب، صحيح أنه قوي في الجمب، صحيح أنه عنده دنكات رهيبة، صحيح أنه ساعد شوية في الدفاع في الديفنس في الريباوند، بس في الهجوم هو جالس يساعد بصفة فعلية في الفريق. نعم. ما فيش حلول، ما فيش شوت، حتى أصحابه تشوف أيمن ومرزوق حتى التمرير ما يمروا لوش الكرة. إذن تسجيل هنا للكرة الأخيرة، و54-50 لفريق الأنصار. مثنى في صناعة اللعب دائما، مثنى المرواني وكرة في دخول على السلة، مثنى كرة جميلة وجيرمي في متابعة رائعة وتقليص، جيرمي في متابعة أكثر من رائعة، وبالتالي هنا الاستدعاء من عادل جهني مدرب فريق الأنصار لهاشم فوتاوي وفي صاحب الثلاثة أخطاء، تصويبها غير موفقة وتعود مثنى المرواني كرة وهجمة اتحادية أخرى، هجمة اتحادية جديدة، جيرمي دخول وتسجيل وتعادل الآن، ورمية إضافية لفريق الاتحاد، رمية إضافية لفريق الاتحاد، وخطأ اللاعب رقم 13 اللاعب أو 12 اللاعب أحمد عبد القادر، والخطأ الثاني على أحمد عبد القادر. هنا الفرق ما بين المحترفين، هجمة اللي قبل لاعب المحترف الأمريكي داريل رمى الكرة أي كلام سويت إيربول، ياخذوها نادي الاتحاد، شوفوا اللاعب الاجنبي هذا جيرمي بالرغم من طول قامته انه يسوي سبرنت بتاع ملعب كامل ويروح انسايد يوصلوا له كوره ويكملها اند وان. اذا تقدم اتحادي في هذه الاثناء 55-54. ايمن بلال ومحاوله للعوده بالتقدم لفريق الانصار، مرزوق المولد تحضير في الخارج للهجمة الأنصارية، مرزوق المولد وكرة في الخارج لأيمن بلال وتمريرة تعود، وانتهاء لزمن الهجمة المقررة ب 24 ثانية لفريق الأنصار بعد الضغط الدفاعي المحكم على لاعبي فريق الأنصار. إذن هجمة جديدة لفريق الاتحاد، وما زال التقدم الاتحادي في الفترة الأخيرة لهذا اللقاء. هذا مثنى للكرة وثلاثية من جابر غير موفقة تعود سريعة، أيمن بلال دخول على السلة والتسجيل والتقدم 56-55. فترة نارية سنشاهدها كابتن سفيان، نهاية مباراة بتصير مثيرة جدا. إذن هنا مثنى ومحاولة للفريق الاتحاد، جيرمي وكرة تمريرة وتنوفر
على هذا اللاعب، وبالتالي أفضلية أنصارية لمرزوق مولد. يقوم مجهود كبير مرزوق لأيمن بلال، أيمن بلال ومحاولة الآن للاستفادة من هذه الهجمة. كل الآن التنوفر محسوب، وهنا خطأ، والوقت المستقطع من تيرناد مدرب فريق الاتحاد بعد أن كان متقدما ب 55 مقابل 54. ها هو يعود الأنصار مرة أخرى، 58 مقابل 55، وقت مستقطع الأول في هذه أو الثالث لمدرب فريق الاتحاد. قلت لك أيمن بلال قاعد يقوم مباراة معناها كبيرة جدا، قاعد يلعب بذكاء، قاعد يلعب بثقل، يعني نعم. ما هو يتسرع في اتخاذ القرارات، شوفوا فيه قاعد يلعب ويسوي في الدريبل ومواجهة السلة وياخذ في قراراته معناها بكل ذكاء. الحين سوى دخول رائع جدا بعد عملية فنية متاع كروسوفر.